بعد كل قصف على قطاع غزة بتنتشر فيديوهات كتيرة أغلبها بتكون قاسية على قلوبنا، مش بنقدر حتى نكملها للآخر. ورغم ده كله بنحاول ندور على أي ابتسامة أو حتى بصيص من الأمل، زي الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي. هو عن أطفال بيدوروا على أغراضهم بعد ما القصف دمر بيتهم بالكامل، ورغم كده لسه بيبتسموا. من وين جبتيهم الآن؟ مدرسة. شو اسمك؟ تعال تعال سلمي يا مريم. كيف حالك؟ شو يا مريم شو بتعملي؟ رجعت وين بيتكم يا مريم؟ هذا بيتكم؟ الآن القصف؟ قصف في الحرب؟ قصفوا اليهود؟